تفضلي. السلام عليكم أستاذة. وعليك السلام. أريد المساعدة منك. بإذن الله إن استطعت. واجهتني مشكلة في طابعتي بالمنزل، كلما أعطيتها أمر بالطباعة لا تطبع. هناك أسباب عديدة: نفاد الورق، نفاد الحبر، مشكلة بالتعريف، مشكلة بالحاسب نفسه. والحل؟ عند عودتك اليوم للمنزل حاولي أن تتفحصي كل الأسباب التي ذكرتها لك. أستاذة، تفحصت كل ما ذكرت لي ولم أحل المشكلة بعد. من الصعوبة أن تحضري حاسوبك والطابعة للمدرسة لأراها، وقد لا أتمكن من إصلاح العقل الذي بها، هي مجرد محاولة. حسناً، شكراً لك. سناء، يا للخيبة. ما بك يا سعاد؟ عرضت مشكلة بطابعتي على المعلمة، حسبتها ستساعدني وتصلحها لي، ولكنها لا تفقه شيئاً. ولكن جرحها ممتاز وأعمالها بالمدرسة متميزة. كلها مظاهر، لا تعرف أن تصلح طابعة. لا أعرف كيف أصبحت معلمة حاسب. غريبة. عذراً، سمعتكما بدون قصد. سامحين يا أستاذة. لا عليكما، ولكني أريد أن أوضح الأمر. كثير من الناس يحسبون أن معلمة الحاسب ملمة بكل ما يخص الحاسب والتقنية الحديثة. تقوم معلمة الحاسب بنشر الوعي العلمي وثقافة الحاسب في المجتمع، كما تقوم بمهمة التعليم وتدريب الطالبات على هذه التقنية. ولكنك يا معلمتي درست الحاسب في الجامعة ومارست المهنة 10 سنوات، أكيد أنك تعلمين كل شيء عنه. لا يا عزيزتي، أقرب لك المعنى أكثر. لا يوجد طبيب عالم بكل المجالات، فهناك تخصصات عدة وعيادات عدة في المستشفى. لا أستطيع أن أذهب إلى طبيب الأسنان لأني أشكو ألما في معدتي. موضوعات الحاسب كثيرة ومتنوعة وتنمو سنويا نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده الحاسب في عصرنا الحالي ودخوله في جميع جوانب حياتنا. آها، لذلك نجد في الجامعات تخصصات مختلفة في مجال الحاسب. بالضبط. عزيزتي الطالبة، عدد الوظائف والمهن لتخصصات الحاسب المختلفة.